المبدأ اللي انتوا لازم تتعلموه في الترجمة، حسن تمام. التوقف، أين يجب أن أتوقف لكي أترجم، وأين يجب أن أستأنف القيام بعملية الترجمة. يعني إيه؟ يعني أنا بعد كل انتهاء خبر لازم أقف. يعني أظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد، هقف. أهمية تعاون الدول، هقف. لحل المشكلات المختلفة، هقف. التي تواجه العالم، هقف. التي أصبح البحث عن لقاح لهذا الفيروس، هقف. من أهمها هقف. يبقى بنهاية كل خبر بقف. ليه؟ عشان ما دخلش الدنيا في بعض، عشان ما تبقاش الترجمة سمك لبن تمر هندي، تحديدا وانا بترجم من عربي لانجليزي. لذلك الترجمة الصحيحة انتوا صح كده، انا عملت الشيء. ايه تمام مس. يلا يا جميل، حاضر القطعة. اقرا يلا اول فقره لحد اكسيدنت. تمام. Every day many people are involved in road accident. So are collided many many more are injured. Injured. Or maimed. Or so it is important for us to learn to use the roads properly and safely. No sense. Bruson would like to be available in an accident. Then give me up. تمام. كل يوم يتورط كثير من الناس في حوادث الطرق. جميل. So some are like Some are killed. البعض يقتل. Killed. يقتل. يقتل البعض ومني ديت كثير من الجوارح الجرحى. كثير منهم يصاب. Or maimed. Maimed. معناه ايه؟ يتشوه. كملي. يتشوه. لذلك من المهم بالنسبة لنا استخدام الطرق بشكل صحيح وآمن. وبعد لا يوجد شخص يد التورط عاقل. سي في حادثة. معناها عاقل. مفيش حد عاقل هيبقى حابب ان هو يتورط في حادث. الكلمتين الجداد اللي في الفقره دي، maimed اللي معناها يتشوه، sane اللي معناها عاقل، وطبعا involve معناها يتورط. بخلاف كده الموضوع سهل وطبيعي ومنطقي. طيب يلا يا آلاء. To use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one. Yes, the roads are very busy. Fain. لا مش عارف تتكلم خالص. ناخد الورقه لا لحد ما لا تظبط. يلا يا لا يا محمد. هلا محمد انا معاك.
طب انا مش سامع، انتوا ليه المايك عندكم بايظ ليه؟ ينفع طيب اسال خليفه؟ قولي يا علاء يا خليفه، يلا يا الله هنفضل نضيع وقت كده في الفاضي وخلاص. قولي يا عم. ثواني تمام مع حضرتك. طب قولي يا آلاء يلا، بس قولي على طول بقى مش مع حضرتك وتسكتي، يلا. ها ها يا ابو سهل. خلاص بستنى يا آلاء، خلاص لحد ما تخلص يا آلاء. تدخلنا في الأصوات، لما حد يسمع حد بيتكلم ما حدش يتكلم فيه. كملي يا بنتي اللي كنت بتكرهي. To use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one is available. Never cross a road by dashing across it. That is inviting the troops. If there are no crossing, then we must look carefully left and right and cross only when it's safe to do so. Some of us take a comment. ترجمي. يجب علينا استخدام معبر المشاة أو الكوبري العلوي. هو انا نفسي افهم انت ليه السطر اللي فوقيه ما شفتهوش، يعني ليه هو ليه السطر ده انت ما شفتهوش، وقلت لك كم مره السطر ده انت ما شفتهوش ليه، اللي هو as the roads are very busy nowadays، لانه الطرق مزدحمه هذه الايام. we should be careful when crossing one، يجب ان نكون حذرين عندما نعبر كوبري او عندما نعبر طريق، عفوا. It's safer من الأمان to use a pedestrian crossing. يلا كملي. من الأكثر أماناً أن نعبر نستخدم معبر المشاة أو الكوبري المعلوم. تمام. يجب ألا نعبر أبداً الطريق عبر أرشام اللي هي ديشنج أكروس إس. بالحنولة لعبوره، بالجري بسرعة العبور. هذا يتطلب مشكلة عندما لا يكون هناك معابر، يجب أن ننظر بحرص يمينا ويسارا ثم نعبر إذا كان ذلك آمنا فقط. عظيم. الكلمات الجديدة pedestrian crossing، معبر مشاة، overhead bridge، كوبري علوي، dashing across، الهرولة، crossings، معابر. بس جد قولي يا آلاء بقى، آلاء التانية بقى اللي كانت بتقول، يلا يا آلاء. حضرتك يا مستر. قولي يا جميل. لا احنا على فكرة احنا من اول some of us take the bus to school. I'm moving the bus. صحيح ولا انا اكلت سطر ولا ايه؟ انت كلت سطر لان احنا من اول فوق بقى some of us. تمام. Some of us take the bus to school. It is important that we do not try to get on our off a bus while it is still moving. I tried to get on a moving bus once. It dragged me a short This nearly ran over me. I was luckily to with only some scratches on me. Also, we must بس not بس turn بس around. Enough. تنجم. بعدنا بياخد الأتوبيس المدرسة من مهم جدا ان احنا نركب باص. طب نظرا لان الصوت بيقطع يا آلاء، خلاص اقفل المايك بعد اذنك. حضرتك سامعني؟ المايك بيقطع بعد اذنك، خلاص ميوت ذا فوليوم. البعض مننا بياخد الاتوبيس للمدرسه، فمن المهم ان احنا ما نحاولش نخرج من الاتوبيس وهو بيتحرك. انا مره حاولت ان انا
اركب في اتوبيس متحرك ادراج، هو شدني اشورت ديستنس، اكتسبني المسافه القصيره، ان اونلي ران اوفر مي، وكان هيدوس عليا. I was lucky to escape with only some scratches on my legs. يعني أنا كنت قادر، أو أنا كنت محظوظ إن أنا أهرب فقط ببعض الخدوش على رجلي. scratch معناها خدوش، الكلمات الجديدة في الحتة دي scratches اللي معناها خدوش، dragged اللي معناها يسحب أو يشد، ran over me معناها يدوس على، كان هيهرسني يعني لا قدر الله، أو كان هيدوس عليا. يلا يا عم يا مستر، هو حضرتك ممكن تعمل لرحمة بس حسن دعوة عشان هي خرجت؟ حاضر لا خلاص يا مستر، دخلت معلش دخلت. ماشي يا جميل. يلا يا عم من اول يوزنج بريسايكل بايسكل. لا لا، من اول also، من اول also also. Also, we must not fool around while on the bus. Suddenly, Lars can send us knowing our heads against something hard. Using a bicycle can be dangerous too. We must pay attention on the route and never cycle bicycles or is good conditions will working brake and light. Thank you, Mel. تمام. أيضا نحن يجب أن around ننظر كذا، ننظر حولنا أول الباص. هيا يا عم. كم صادلي لارش كان سند نص. طب اولا هو يعني ايه بقى not fool around؟ نقول لو انا لا يجب ان نمشي بشكل متمائل، عارفين fool around بالبلدي كده معناه يتمنقع، ما نبقاش ماشيين نتمنقع في الاتوبيس. يعني شفتوا fool around دي معناه يتمنقع؟ لا، اللي فتح المايك يقفله بقى، لان ممكن تمايل مفاجئ، لارش معناه تمايل او انحناء مفاجئ، ممكن يخلي دماغتنا تتخبط في شيء صلب. الكلمات الصعبة لحد اللي هنا fool around، يتجول بشكل متساهل اللي هو يتمنقع يعني. برضه حد فاتح ام المايك، انا لازم ادور عليه واقول اسمه، يعني انا لازم ادور عليه واقول اسمه، اقول له اقفل المايك، يبقى نقفل المايك سهله. اوكي، لارج، لارج دي اسم معناه تمايل او انحناء، لان we use in a bicycle باستخدام الدراجه ممكن يبقى خطير ايضا. we must pay attention، يجب ان ننتبه. pay attention فعل على بعضه معناه ينتبه على الطريق، ولا نركب الدراجة بعيدا عن منتصف الطريق. كمان يجب أن نطيع جميع قواعد المرور، obey all traffic rules. وأكيد يجب أن نتأكد أن العجلة بتاعتنا جيدة، في حالات جيدة من حيث البريكس، البريكس الفرامل واللايتس اللي هو الدور. أوكي، شكرا يا عمرو. فاطمة، فاطمة لا، مريم محمود. ماشي مع حضرتك. ليه جميل؟ ايه اكمل بيت القطعة؟ ماشي. These are some things we can do to avoid accident. However, there is no
guaranteed that we will never be involved in one. The important thing is to stay alert at all times while using the route. بمعنى يعني يوجد بعض الأشياء نستطيع إن إحنا يعني نتجنب بها الحوادث. guarantee يعني إيه دي؟ ضمان يعني إيه؟ ضمان 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 يعني ما فيش ضمان، برغم من ذلك ما فيش ضمان ان احنا مش هنقدر نتجنبها كلها في المستقبل. يعني نحس ان نتجنبها من المهم، الشيء المهم ان احنا نبقى يعني alert، نبقى منتبهين منتبهين طوال كل الوقت. بينما نحن نستخدم الطرق. بصوا الجملة اللي هي من أول however لحد one جملة كاشفة لمستوى كل واحد فينا في الترجمة. أيوة جملة كاشفة لمستوى كل واحد فينا في الترجمة. اللي حابب يترجم الجملة دي يترجمها، يرفع ايده. من اول فين بس يا مستر؟ معلش النت بيقطع عندي، انا اسف. من اول however لحد one. تمام. مين اللي يعرف يترجم يرفع ايده؟ اللي يعرف يترجم الجملة دي يرفع ايده. ايه مفيش حد عارف يترجم خالص؟ مش حد عايز يرفع ايده؟ يا جماعة ما تصحصحوا كده، الله يرضى عنكم، يعني تصحصحوا كده وفوقوا معايا. انتوا بتبقوا قاعدين بتتفرجوا على افلام لحد الساعة 3 الفجر وعندكم فنجلة قد كده. مستر قول يا محمد يا يوسف. حضرتك يا مستر، لكن لا توجد ضمانة لتجنب هذه الحوادث، فليس من الممكن فليس من الممكن فليس من الممكن أن نكون فليس من الممكن أن نكون متورطين في إحداها. لا، في ربط، في حاجة اسمها ربط يا جماعة. هنسمع من حد تاني. عائشة. مع حضرتك. جميل. هناك ما يضمن أننا لن نتشارك في واحدة منها. لا لا، أو تاني اللي تاني. هي قولي تاني كده. ومع ذلك ليس هناك ما يضمن أننا نتشارك في واحدة. لا مش نتشارك. طب قولي هند. أيوة يا مستر. قولي جميل. رغم من ذلك لا يوجد ضمانة أننا لن نتورط في واحدة منها. إن أهمية خلاص حلو أوي كده، أنا وصلت للي أنا عايزه. ممتازة. في كل أغرب بس إيه؟ عشان كده قلت لكم الجملة دي مهمة جدا للترجمة. ليه؟ إزاي إنك هتربط ما بعد ذات بما قبل ذات؟ الجزء الأول، ورغم ذلك لا يوجد ضمانة. حلو، هنقف لحد هنا، لحد ضمانة. That we will never be involved in one. بأننا لن نتورط في إحداها أبدا. يعني هو مفيش ضمانة إن إحنا مش هنتورط، يعني عادي ممكن نتورط في حادثة طريق. أوكي، فالترجمة الصحيحة زي ما زميلتكم هند قالت، دي الترجمة الأقرب للصواب. ورغم ذلك لا توجد ضمانة بأننا لن نتورط في إحداها أبدا. طيب ده جاي إزاي؟ however there is no guarantee. guarantee معناها ضمان أو معناها ضمانة. حلو، هنقف هنا نترجم من أول that. that أن
وطبعا ان وجاي بعدها وي تبقى اننا ذات اللي معناها ان، ويجي بعدها ضمير المتكلم نحن تبقى اننا باننا will never، will never اللي معناها لن ابدا، لن بس هنجيب ابدا في الاخر بقى، يعني will never be involved in one، لن نتورط، نتورط اللي هي ايه؟ be involved in one، نتورط في احداها. فين في احداها دي؟ في اللي هي ان وان، واحده، واحد، واحد من ايه؟ واحد من ايه؟ واحد من الطرق، من الحوادث، واحد من الحوادث بقى. موضوع ربط الكلام ببعضه باننا لن نتورط في احداها ابدا. يبقى دي الترجمه السليمه المنطقيه اللي تطمني ان اللي يترجم بالشكل ده عارف ازاي يربط ما بين اطراف الجمله المختلفه ببعضها البعض، عارف ازاي فين يقف ثم يستأنف. يعني ايه يقف ثم يستأنف؟ يعني زميلكم وقفت عند ضمانه ثم استأنفت وقالت اننا وبعد كده كملت للاخر. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وانت بتترجم تعرف ازاي تقف وتقف فين. وعلى فكره هيجي لنا جمله الترجمه من العربي للانجليزي دلوقتي وهسمع فيها مواهب، يعني جمله الترجمه من العربي للانجليش هسمع فيها مواهب انا عارف. اوكي مستر، قولي مين. ايه هو انا كنت عايزه اجاوب بس للاسف ما عنديش ريز هاند، اجيبه مين؟ ازاي؟ مين؟ انا رحمه، انا رحمه مستر. طيب هبقى اخليكي تقولي يا رحمه، لان للاسف علاج مشكله رفع الايد دي مش عارف يرفع عند بعض الناس مش بتبقى مرفوعه ليه. برضه صوفيا عندها نفس القصه بالظبط، ما بتعرفش ترفع ايديها. اوكي مستر، ما هو خليك تقولي ايه؟ هو مستر، هو مين اللي بيقول هو انا؟ مستر معلش انا قعدت اقول لحضرتك، كنت بقول لحضرتك عايزه اجاوب فمش عارف حضرتك سمعتني ولا لا. لا والله يا صوفيا اكيد لو كنت سمعتك كنت خليتك تقولي. طب كنت هتقوليها زي ما احنا قلناها كده يا صوفيا. ما زت بتترجم ان وبعدها وي فاننا بس. ممتاز. مستر انا كنت هقول اللي هو ليس طبعا ما يضمن ان انا اشارك ابدا في هذا الامر، يعني المهم هو البقاء. يعني هنا المعنى مش يشارك خالص يا رحمة، هنا المعنى يتورط، يعني لان دي حادثه مفيش حاجه اسمها المشاركه في حادث، في التورط في حادث. انا الكلمه دي برضك كنت بحفظ كلمات يعني من المصدر، فكان مكتوب جنبها يشارك في حاجه او يضمن حاجه. ايوه طبعا يشارك او بص يتضمن شيء او يتورط. اوكي بس هنا المعنى معناه يتوارى طبعا طبعا السياق. اوكي طيب مين اخر واحد قال؟ ايوه ممكن اسال سؤال بس؟ ايه الفرق ما بينها وما بين involved وبينها وبين include؟ هما الاثنين بيساووا بعض، لان هما الاثنين بيجي بعدهم المعنى اللي انت اللي معناه يشمل او يتضمن، بس involved ليها معنى اخر كيتوارط. يعني انا اقول ايه؟ teaching involving correcting a lot of paper. A lot of paper يعني التدريس بيتضمن ان تصحيح ورق كتير. طب دي ممكن عليها involve وممكن اقول عليها include، انما معلش هل ينفع انا اقول في جمله زي دي include؟ يعني هينفع اقول that we will never be included in one؟ على فكره في سياق ترجمه ممكن تمشي، انما كسياق استخدام لغوي لا. وصلت؟ لان انكلود معناها يضمن انك بتسجلي اسم حد في حد او حاجه بتبقى محطوطه جوه حاجه، انما يتوارد دي بحاجه انا مش عامل حسابي فيها اكيد طبعا تبقى انفولف. اوكي مين كان اخر واحد قارئ زيس؟ انا اخر واحده قلت. انت مين يا جميل؟ مريم. كله ينزل ايده، كله ينزل ايده، يلا يا منى. ما حضرتك يا مس In order to prevent accident, how should people use the roads? Letter B. Probably and safety. طبعا اكيد letter B properly and safely. يعني بأمان وبشكل ملائم. اوكي. يلا من شهوق.
يا شوق، طب يا سمية، مع حضرتك يا مستر. طب قولي يا سمية، بس علي صوتك شوية يا سمية. رقم 18 تبقى ايه؟ 18 هتبقى ايه؟ اقرأ الإجابة. Have working brakes and and water. lights. اه طبعا العجلات بتبقى في حالة جيدة لو هي فيها working brakes، يعني فيها فرامل شغالة وفيها lights وفيها أنوار شغالة. أوكي يلا يا صوفيا. أي يا مستر، قولي غميم. إذا سينا طب إيه سي سي سينونيم يعني مضاف، مضاف كلمة available متاح متاح accessible يعني سهل الوصول إليه. Restricted letter B معناها مقيد، closed مقفول، unavailable مضبوط طبعا معناها غير متاح. متاح. اوكي إسراء. يا إسراء على طول بتتكلمي يعني، اشمعنى الماضي يا إسراء؟ طب قولي يا أحمد لحد ما إسراء تطلع. هو حتى أحمد مش موجود؟ طب قولي يا رحمة. اي مستر محدثك، ثاني بس مستر السيشن مش واضحة، هوضحها كويس. ماشي يعني لسه مش واضحة. مستر ممكن تعمل شير؟ هقفل الشير وافتحه تاني. حاضر قفلنا الشير كده، الشير اتقفل، الشير اتقفل كده، الشير اتفتح. لسه ما اشتغلش. اه تمام كده. ها رقم 18 صح؟ لا مش 18، احنا في 20 دلوقتي، 20. ايه ده سلام اوسبورد افيلبل از قدر على ثواني افيلبل غير قدر على لا كوز قدر ومش قدر ايه، احنا في لا 20. What 20 is the alternative to crossing busy roads؟ ايه تبقى نمبر ايه؟ هو هي دي جزء من الإجابة مش كل الإجابة، يعني ايه بديل هو عبور الطرق المزدحمة بالفعل using a pedestrian crossing، اي an معبر مشاة overhead bridge، وبرضه overhead bridge. تبقى ايه ايه و بي both A and B، both A and B. رنيم. معاك يا مستر. ايوه شفته، هنقعد على حد الايه بكل قوه كده اقول لي معاك يا مستر. يلا يا جميل. هتبقى not trying to get on or off the bus while it's still moving. اه هو بيقول لازم نعمل ايه لو قررنا ان احنا يعني ايه نركب الاتوبيس. اما جاي لها ايه not trying، قال نحاول. اه هنا هو not trying to get on the bus or off while it's moving. Not to try to get on the bus while it's moving. ماشي. وكمان ايه إجابة في تانية. نقطة تانية برضه لازم تقوليها، not to fool around while on the bus. نبطر مرقعة واحنا في الأتوبيس. بطر مرقعة. مستر أنا عندي إجابة تانية ممكن أقولها؟ قولي يا جميل. بجانب اللي احنا طلعناها كتبت you should go on the bus time. You should go on the يعني bus لازم تكون في وقت محدد. time. ما تنفع، تنفع طبعا عشان ما تضطرش انك تجري ورا الاوتوبيس انا عشان ما كتبتها تضطرش. بالجانب حضرتك لا صح،
صح مش غلط طبعا. مستر معلش، هو مش المفروض هنا يبقى من القطع عشان بيقول لي اذكر شيئين القطع يعني؟ خلينا نرد على صوفيا. بص يا صوفيا، القطعة في النظام الجديد يا صوفيا معتمدة على الفهم فقط. يعني ايه على الفهم؟ يعني ممكن تجيبي اي اجابات ملهاش علاقة باللي مكتوب في القطعة، بس تبقى اجابات منطقية وصحيحة. تمام. إيه طب بالنسبة للسؤال اللي انت قلتيه، ان هو طب ما بقول لي اذكر شيئين، هل قال لي اذكر شيئين from the passage يا صوفيا؟ من القطعة؟ ولا قال لي اذكر شيئين بشكل عام؟ لا شيئين بشكل عام. يعني ما حدد ليش، فانا اقدر اجيب من بره القطعة عادي مش مشكلة. تمام مستر. يا جميل. انا عندي مشكلة صغيرة كده في قطعة الفهم. اللي هو لما اللي هو السؤال بتاع التفكير النقدي ده، انا اصلا يعني بعتمد كل اعتمادي على القطعه واطلع منها كل حاجه. حتى في سنه اولى لقينا القطعه نقدر نطلع منها كل حاجه. جيت احل شويه تدريبات في الـ يعني الاختبارات دي وكده، لقيت اللي هو فعلا بيطلب مني حاجات سؤالين ثلاثه كده بره القطعه. فانا عايزه حضرتك تعلمنا ازاي نفكر ان احنا نجيب الاسئله دي حسب كل قطعه عايزه ايه مننا، يعني طالبه ايه القطعه. يا رحمه حضرتك فاهمني؟ طب عايز اسالك سؤال، انت معانا من اول مواجهه يا رحمه؟ اه يا مستر. حلو جميل. حلينا كم قطعه من اول المواجهه؟ خمسه اربعه كده بس، مش فاكره. انا كنت غير بحصه فاتت عشان كان عندي يعني مشكله صحيه وكده. بغض النظر الحصه اللي فاتت، وربنا يشفيك اكيد، بغض النظر الحصه اللي فاتت، لا احنا تقريبا في كل حصه بنحل قطعه، تقريبا في كل مره بنحل قطعه، وفي كل مره الدليل على ايدي يعني والسؤال ده انا كنت هسالهم لكم اول ما اخلص القطعه على طول. انا عايز اسالكم سؤال، يعني ايه بيدستروجين؟ يعني ايه ميم؟ مستر قولها كده تاني. ميمد يعني ايه ميمد؟ إعاقة فكرة رئيسية. شفتوا يتشوه. حلو جميل. يعني ايه سكراتشز؟ يعني سكراتشز يعني خدوش، خدشات. لارش تمايل او انحناء. إيه او انحناء. الله ينور. كل اللي قال ده قال بسبب من اثنين، يعني اللي رد عليا وجاوب لسبب من اثنين، يا اما ان هو محضر القطعه كويس قبل ما نحلها مع بعض، يا اما ان هو كان بيدون اللي انا بقوله. طب يا مستر معلش، انا سالتك سؤال انت لبستني في حيطه وتوهتني، انت برضه ما جاوبتش على سؤالي. يعني انا هعمل ايه في الاسئله بتاعت التفكير النقدي دي؟ في كل مره تمام بنحل فيها قطعه بقول لكم ان اسهل نوع من الاسئله ممكن اجاوب عليه هو اسئله التفكير النقدي. بس يا رحمه انا محتاج حاجه واحده بس عشان احل اسئله التفكير النقدي، حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان انا ابقى فاهم القطعه. انما تدريب اتدربنا، فيش مرة تقريبا بنحل فيها قطعة اللي بيبقى فيها أسئلة تفكير نقدي. تمام. طب القصة هو أنا لا أكمل بس كلامي يا رحمة وهسمع منك لما أخلص. قصة سؤال التفكير النقدي في إيه؟ إن أي إجابة منطقية تتفق مع العقل جراماتيكال سليمة صح. عشان كده لما زميلتك صوفيا قالت لي يا مستر هو معلش هو اللي طلع من القطعه، قلت لها لا هو ما قاليش طلع من القطعه، هو قال لي اذكر شيئين. والله جبت شيئين من القطعه خير وبركه، جبتهم من بره زي ما زميلتكم عملت. جميل رائع. طيب انا اهو انت سالت سؤال وانا برد عليه. القطعه خلينا نطبق كمثال على القطعه اللي احنا بنحلها دي.
هو بيقول لي معلش احنا نعمل ايه لو قررنا نركب اتوبيس في القطعه؟ ام جاي قايل ايه؟ والله انت لو عايز تركب اتوبيس معلش ما تحاولش تركب والاتوبيس بيتحرك، لا تركب ولا تنزل والاتوبيس بيتحرك. لو عايز تركب اتوبيس ما تتمنقعش وانت قاعد جوه الاتوبيس عشان ممكن يتميل فجاه فتتخبط. ام جاي زميلتكم قالت ايه؟ طب ما معلش ما انا كان في اجراء ممكن اعمله يمنع حته ان انا اركب الاتوبيس وهو اصلا بيتحرك. ايه الاجراء؟ ان انا I should be on time for the bus. ان انا يجب ان اكون في الوقت المحدد للاتوبيس. هل الكلام ده غلط؟ لا طبعا صح. ده الاساس. ما انا لما اكون موجود في الوقت المحدد ما انا بقى الاتوبيس بالنسبه لي بقى مش هيمشي، فانا هضطر ان انا امسك فيه وهو بقى يتحرك. طب الفكره دي زميلتنا جابتها منين؟ اللي قالتها عاشت في القطعه. يعني ايه عاشت في القطعه؟ يعني فهمت اللي موجود في القطعه، بناء على كده قدرت ان هي تستنتج استنتاج منطقي يتفق مع القطع وهو مش موجود في القطعة. استنتاج منطقي يتفق مع القطع. طيب حد تاني ممكن يقول ايه؟ I should stick to my seat while on the bus. انا لازم التزم بمقعدي وانا في الاتوبيس. طب برضو حد تاني ممكن يقول لي كده. حد ثالث يقول لي ايه؟ I should not stand on the bus while moving. ما ينفعش اكون واقف كده في الاتوبيس وهو بدأ يتحرك مثلا. طب هل الكلام ده موجود في القطعه يا رحمه؟ لا مش موجود. طب هل الكلام ده غلط؟ لا. طب هل صيغه السؤال اجبرتني ان انا اجيب من القطعه؟ لا. طب السؤال الاهم بالنسبه لي، طب هل انا لو غبت من القطعه غلط يا مستر؟ طبعا لا مش غلط، اجيب من القطعه. السؤال الاهم كمان من السؤال ده، طب هل في اسئله ممكن اجاباتها مش موجوده في القطعه؟ اوف كورس، بالطبع بالطبع. وفي النظام الجديد ده لازم يجيب لك سؤال او اتنين مش موجودين في القطعه، ودول اسهل اسئله. ليه؟ السؤال اللي موجود في القطعه وهو اجبرك انك تطلعيه من القطعه، لو زودت كلمتين او قللت كلمتين ممكن يحسبوا لك غلط. انما سؤال التفكير النقدي تحديدا ملوش ليه اجابه ثابته. حتى لما احنا بنيجي نصحح امتحانات الطلبه، النموذج بقى اللي الوزاره بتبقى منزلاه بيقول لك ايه؟ any reasonable answer is accepted. سابها للمعلم، قال ايه؟ اي اجابه منطقيه معقوله مقبوله. اوكي، يعني ايه اي اجابه منطقيه عقليه منطقيه مقبوله؟ يعني من الاخر انت لو جايب كلام يتفق مع المنطق العام ما خلاص. يعني كمان اعرف منين ان السؤال اسئله التفكير النقدي اصلا؟ هقول لك وات دو يو ثينك، ممكن مش شرط يقول لك وات دو يو ثينك، ما هو سالك سؤال بشكل عام، هو اعمل ايه لما اركب في الاتوبيس؟ هو قال لك اعمل ايه لما اركب في الاتوبيس؟ من القطعه؟ ما قاليش من القطعه، ما قاليش حتى من القطعه، يعني ما ممكن اجيب من بره القطعه. تمام؟ طب الحل ايه يا رحمه؟ اولا انا سمعت حد فيكم قال لي مش عارف انت ولا مين يا رحمه، قال لي انا بذاكر كلمات من مصدر تاني في الفعل انفولف. مين اللي قال الجمله دي؟ مين قال الجمله دي؟ انا يا مستر. مين؟ انا رحمه بردك. رحمه، حلو. ده حاجه، ده شيء يبسط. يعني ايه شيء يبسط؟ انك انت بتفكر في مصادر بديله انك تلم بيها فوكابلوري، تلم بيها مفردات، انت ماشي على الطريق الصحيح، مش عطين مظبوط. خلاصة القول عشان ما نقفش في الحتة دي كتير، أسئلة التفكير النقدي يا رحمة أسهل أسئلة ممكن تواجهيها. يعني دي الأسئلة اللي من الآخر اللي بحط الامتحان بقول لك خدي قفلي السؤالين دول، عشان لو لا قدر الله نقصت في سؤال تاني ولا حاجة أديني اديتك 3 4 5 درجات أهو من عندي. أي إجابة منطقية تتفق مع هذا ما تتفق مع المنطق مقبولة. وكون بنتدرب، ادينا بنحل امتحانات اهو، ادينا بنتدرب يعني. وصلت يا رحمه؟ طيب مستر، اصل انا كنت يعني ايه اجي احل اي اختبار
فبحل كويس، والسؤال اللي ما اعرفوش بساله لحضرتك او يعني اي حد من الزملاء او كده. لكن جيت عند التفكير النقدي ده بالذات، انا مش عارفه افكر اصلا. يعني فكره ان انا انتج فكره من دماغي، فانا مش عارفه انتج فكره حتى في امتحان سنه اولى. الخلل فين بقى؟ الخلل فين؟ يا اما ما قراتش القطعه كويس، يا اما ما فهمتهاش. لو فهمت القطعه كويس هتقدر تستنتجي. معلش يعني انا بقول لك رحمه بتساعد ماما وبتساعد بابا، بتعمل واجبها، بتنام بدري، بتروح المدرسه، بتساعد اصدقائها، ويقول لك ايه رايك في رحمه؟ معقول يعني مش هتقدر تستنتجي ان رحمه بنت مجتهده، ولا رحمه بنت مؤدبه، او رحمه بنت طيبه، او رحمه بنت عطوفه؟ ما ينفعش. يبقى كده في خلل. الكلمات قصدي، يبقى انا عايزه اجيب كلمات، يعني انا كلمات انا ساعات ببقى ساعات حافظاها اصلا، بس عايزه احطها في الجمله، هي دي اللي هتناسب الجمله بالنسبه لتفكيري في السؤال. يعني ايه؟ مش فاهم يا مستر. لو سمحت لي بس يا مستر، هو الفكره في الكريتيكال اللي هي اسئله التفكير النقدي او القطع عموما، او العجز اللي بيبقى فيها عجز لغوي، يعني مثلا احنا ما احناش عارفين معنى الكلمه. ما هو عشان كده انا قلت لك، عشان كده انا رديت على اسئلتك. ما احناش عارفين نعبر القصه عنها. كلها ان انا ابقى فاهم القطعه، وللعلم مش لازم ابقى فاهم كل كلمه في القطعه. الوضع الطبيعي في الباسج ان في 20% من الكلمات ان لم يكن 30% ما ينفعش تبقى عارفه. يعني من الاخر قطعه زي اللي عندنا دي، مفترض كلمه بيدستريان لو انت ما بتذاكرش كلمات كتير اكيد ما انتش عارفها، كلمه نيمد ما انتش عارفها، كلمه كراتشز خدوش، سكراتشز، كلمه لارش، في كلمات انت مش عارفها بس لازم تستنتجها من السياق. تمام. القصه في ايه؟ انا لازم ادي لنفسي فرصه ان انا اتعب. يعني ايه اتعب؟ ادي لنفسي فرصه اقرا مره واتنين، ما زهقش من القطعه. مش سهل ان انا اقول بس مش عارف، لا، اقرا مره واتنين وتلاته. مشكلتنا بشكل عام في حاجه واحده، اللي ما بنعرفش نعمله بنسيبه. بمعنى الماده اللي دمها تقيل على قلبنا، لا ده انا اروح اذاكر ماده تانيه بعرف اذاكرها. السؤال اللي في الماده رخم بالنسبه لي، لا ده انا بسيبه واحل الاسئله التانيه، وده اكبر غلط. مجهودك الاكبر يتوجه للنقطه الاضعف. عندك مادة سين أنا ضعيف فيها، يبقى مجهودي الأكبر يتوجه لسين دي. عندي سؤال القطعة أنا ضعيف فيه، لأ ده أنا أحل القطعة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وعشرة، لحد ما حس إن الدنيا بدأت تظبط معايا. حد من زمايلكم قال المشكلة في الكم اللغوي، معاه. بس أنا هقول لك برضه، مهما هتلم حصيلة لغوية هتقرأ قطع ويبقى عندك بعض الكلمات مش عارفها. يبقى الحصيلة اللغوية دي شيء لا غنى عنه، طبعا شيء لا غنى عنه، بس في نفس الوقت لازم أن أكون محضر نفسي ذهنيا أن القطعة اللي هتجيلي فيها كم من الكلمات أنا مش عارفها، ويجب أتعامل مع القطعة بناء على ذلك. يعني أنا أتعامل مع القطعة بناء أن في كم في الكلمات أنا مش عارفها. يعني افترض كلمة، أنا ما أعتقدش يعني أن كل حد فيكم قبل ما يحل القطعه دي كان عارف يعني ايه ميمد، كان عارف يعني ايه بيدستريان، كان عارف يعني ايه فول اراوند، كان عارف يعني ايه سكراتشز، كان عارف يعني ايه لارج. قليل ممكن كان يبقى عارف كل الكلمات دي مجتمعه كده. فممكن حد فيكم يكون رجع لكلمه، رجع لاثنين، رجع لثلاثه. لازم انا بقى، وده احنا وظيفتنا، وانا مسويت لكم اصلا المحاضرات الباقيه دي كلها ليه؟ عشان هنحل كتير امتحانات شامله يعني كده بالمنظر اللي احنا قاعدين بنحل فيه ده. تمام. وكويس ان رحمه وقفتنا عند النقطه دي عشان ااكد على النقطه دي. ذهنيا لازم تبقى حاطط في دماغك انك مش كل حاجه تعرف تترجمها، ولازم تتعامل مع القطعه بناء على ذلك. بناء على ايه؟ يعني ما تبقاش قاعد متضايق، الله ده القطعه دي فيها 10 كلمات انا مش عارفها، ازاي بعد كل المذاكره دي وبعد الترم ده كله و10 كلمات مش عارفها في القطعه؟ امال يعني معلش يعني اسمها قطعه فهم ليه؟ ليه اسمها قطعة فهم؟ اسمها قطعة فهم عشان بيبقى عندك من 20 ل 30% مفترض ما تبقاش عارف تفهمه اصلا. ده وضع طبيعي في اللي حاطط القطعة يعني. امال قطعة وعليها 12 درجة ليه؟ يعني قطعة عليها 12 درجة. يعني من الاخر ناقصها 4 درجات وتبقى بتساوي الدرجات بتاعت المنهج كله.
يعني شفتوا الست وحدات دول كلهم، الست وحدات في 16 جمله تشوز، ادي الست وحدات اللي احنا بنشرح فيهم من اول السنه 16 جمله تشوز، قطعه ب 12 ترجمه بسته موضوع بسته تمام. فتاني هو اتعامل مع القطعه في ضوء المعطيات اللي عندك، وانا اتمنى ارجو من الله ان القطعه اللي ناخدها تاني في الامتحانات اللي ناخدها تاني محدش فيكم يستعين بمترجم لترجمه اي كلمه. وقيم نفسك. ازاي اقيم نفسك؟ ما احنا هنحل مع بعض بقى لما نيجي نحل. طب انا بناء على فهمي للقطعه ده قدرت احل منها كام سؤال صح؟ طيب الكلمات الجديده اللي مش عارفها هنعمل فيها ايه بعد ما نحل القطعه مع بعض؟ بس كان الكلمات الجديده. انما لو عايز تطور نفسك في القطعه اياك انك تترجم كلمه وانت بتحل. اياك لو لقيت نفسك تترجم كلمه ما استفدتش حاجه. انا بخصوص اللي هو مثلا يا مستر الاستفاده من مثلا حل الحل وكده، ابتكرت طريقه بصراحه يعني مقتبسها من حضرتك. يعني اولا انا بحل الامتحان حل عادي من غير مترجم، حتى لو اغلط في الكلمات، حتى لو اظبط اي حاجه تمام، المهم حل عادي. بعد كده وليكن مثلا احنا كنا علينا واجب الاختبار السادس والاختبار السابع، وليكن جمل الجمله الاولى الجمله الاولى فيها بعض الكلمات المتعلقه بملحوظه لغويه، اجيب الملحوظه اللغويه ديت واكتبها في ورقه خارجيه، ومثلا بكل كلمه جمله، بكل كلمه جمله، وهكذا. اذا كان دوت في قطاع شق الكلمات او في شق القواعد، القواعد اعمل خريطه ذهنيه او مخطط ذهني بسيط يبسط لي الحته دي. وانا بفكر يعني بصراحه بفكر اعمل نفس الاسلوب دوت في اللغه العربيه، يعني حق ربنا يتقال. طيب لقيت اسلوب دافع جدا يعني. محمد يوسف بيقول كده صح؟ اه صح يا مستر. انا عايز يا ابني اقول لك على حاجه، انا حابب اشكرك اولا يعني حابب اشكرك، وهي دي الطريقه المنطقيه ان انا بتك على نفسي وبطور نفسي. هو الراجل عمل ايه؟ قال لك انا بحل الامتحان كله الاول، عارف مش عارف بقى بحله كله الاول، خلاص حليته كل الاول وتراجع والدنيا بقت حلوه، برجع امسك الامتحان تاني واشوف بقى طب الخلل اللي كان عندي في الجمله دي كان بسبب كلمه معينه، لا طب ما انا اجيب الكلمه المعينه دي بقى وادرسها، طب هي فاعل هي اسم هي صفه، واجيب كلمه عليها واجيب جمله عليها. طيب انا بقى وقعت في النقطه دي في الجرامر، وقعت فيه، لا ده انا اجيبها ارجع عليها، عملت لها برين تشارت خريطه ذهنيه معينه. يا ابني كمل على كده، ولو فضلت تصبر على نفسك على كده يا محمد مستر. لو فضلت تصبر على كده لحد السنه دي والسنه الجايه، صدقني انت هتلاقي نفسك في حته تانية في كل المواد مش في ماده واحده مستر. ايوه هو انا كنت برضك انا بعمل ايه، بجيب الامتحان كله احطه قدامي، امتحان اخر السنه بتاع الانجليزي عليه ساعتين ونص، اروح اجيب الامتحان ده، اجيب الامتحان ده اشوف السؤال بتاع اخر السنه يبقى عليه كام سؤال يعني، واحط زي الاكزامز ده مثلا، واقعد احط تايمر جنبي، او اختي تقف مثلا كبيره تقعد تزعق شويه تحطني تحت الضغط شويه اللي هشوفه في الامتحان، فاقعد احل الامتحان كله بقى اللي معرفوش، اقعد احاول فيه في الاخر اشوف مثلا اشوف نفسي في الاخر جبت كام غلطه، كام درجه وقعوا مني، الوقت على 40 سؤال اتفضل قد ايه، اشد على نفسي في ايه وكده. وعندي ورق يعني معايا سكتش كامل يعتبر 2000 كلمه من اولى لثانيه ثانوي، كلمات اللي انا مش عارفاها، فانا كنت بستاذن حضرتك يعني اللي انا اصورهم وانزلهم، مش كلهم يعني، يعني كل شوية أنزل حبة وأنزلهم على جروب صحابي برضك يستفادوا منهم وكده. جميل رائع والله، رائع 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 يا رحمة. وأنا برضو فكرة جميلة إنك بتحط نفسك في الضغط بتاع الامتحان، حلو رائع ممتازين تمام. المهم في القطعة تحديدا زي ما قلت لكم تحل من غير ما تترجم أي حاجة. طب يلا نكمل بس عشان نلحق نخلص الجزئية اللي أنا محددها إن هي تخلص النهاردة إن شاء الله. مين آخر واحد كان حل؟ أنا يا مستر رنين. رنين؟ سعاد.
مستر مع حضرتك. قولي لمين. هتبقى we must. السؤال رقم كام معلش يا مستر؟ رقم 22. What should a person do if there is no crossings? هتبقى we must look carefully left and right and cross only when it is safe to do so. Great. ايوه لازم نبص يمين وشمال ونعبر بحرص لما نيجي نعمل كده. انت عارف الميعاد بتاع بكره ولا لا يا سؤال؟ نعم. عرفت ميعاد بكره؟ انا معايا بتاع الصبح. ايوه 19. طب تمام ماشي. ده بس عشان تبقوا عارفين ده ميعاد عندنا في البلد. اوكي ماشي. يلا يا غادة. غادة مفيش. طب قول يا محمد. مع حضرتك يا مستر. قول يا جميل. Accidents might occur when we break all traffic rules and don't stay alert at all time while using the roads. طيب يا محمد انت اسأت قراءة السؤال. زي ما استطيع. السؤال بيقول ايه؟ Accidents might occur when are on the bus. حلو. انت اللي قلته مش رقم الاتوبيس. ايه الحوادث اللي ممكن تحصل في الاتوبيس؟ فول اراوند. عفوا يا مستر. عمل لي سؤال. شفت بقى يا عم محمد. فول اراوند. قعدت برضه قاعد اقول الاتوبيس ممكن انا تقمصت دور القائد الاتوبيس او سائق الاتوبيس ده. هتبقى we mustn't fool around while on the bus. ماشي. وايه كمان؟ ثانية يا مستر. And mustn't try to get on or off a bus while it's still moving. ماشي عظيم. جدع يا محمد. ماشي. يلا يا نورين. هو الصوت وقف ولا حاجة؟ هو مش صوت وقف. وانا مش عارف البرنامج خرج من ايه. يلا يا نورين. النورين مش الصوت مش شغال عندك يا نورين ولا ايه؟ طب يا هند. قول يا مستر. قول يا جميل. What do you think will happen if we use the routes carefully or correctly? I think there will be fewer accidents. If we use them carefully. طب or if we use them carelessly. لو احنا استخدمنا الطرق بحرص. طب لو بإهمال. The accidents will increase. عظيم يا رحمة. رحمة.
خلاص بقى نادت عليك مرتين انت مش عارفه تودي. ماشي طب يلا يا يارا. يارا ايوه يا مستر. قولي مين. حاضر. الترجمه الخيانه هي طريقه خادعه لكسب النجاح، لهذا السبب يجب أن نتخذ تدابير صارمة. أيوة. يا نيم منستري. منستري of education. يعني انا مش عارفه يعني منستري وزاره وزاره التعليم الخداع. طيب هنا بقى بمجرد انك مفترض يا قناه وزاره التعليم يبقى لازم تعدلي ترجمه كلمه تشيتن، لان تشيتن معناها غش. طبعا معناها خداع بس هنا معناها غش. الغش هو طريقة غير أمينة للنجاح، ولهذا السبب تتخذ إجراءات صارمة اللي هي strict measures by the Ministry of Education بواسطة وزارة التعليم to prevent cheating، لمنع الغش.